بتكلم كابتن ماهر همام في قلبيه الدفاع، لانه اكتر مكان النادي الاهلي عانى فيه من اصابات، رامي ربيعه، محمود متولي، سعد سمير، واصابات طويله. يعني محمود متولي بياخد موسم، سعد سمير بياخد موسم، رامي ربيعه بياخد له شهرين شهرين ونص، وقبلها كان خد فتره طويله. والناس كانت شككت قوي في ياسر وشككت قوي في ايمن اشرف. كيف تحولت يعني الجماهير من النقد الى الاشاده، لدرجه ان ياسر النهارده في بدايه هجماته هو ايمن الى انه بيسجل اهداف من فضل الله؟ طبعا يا كابتن شبير احنا مش محظوظين ان النجوم اللي انت ذكرتهم صحيح. مع الاسف يعني الاصابات اللي لحقت بيهم اثرت عليهم بشكل كبير، ويمكن على راسهم رامي. يعني رامي احنا بعد ما طمنا على رامي وعوده حميده لدفاعات النادي الاهلي، فوجئنا برضك رامي على فترات كده بيتصاب بحته الحاجات الخلفيه الضمه والحاجات الاماميه، ودي بعدت رامي بشكل كبير، لان رامي انا كنا نتوسل خير فيه طبعا ان هو عودته للفتره اللي جايه او عودته للنادي الاهلي ادي الثقه، وفي نفس الوقت كمان عودته لمنتخب مصر اللي كان الكابتن حسام بدري بينتظر عوده رامي بفروض الصبر. عايز اقول لك كابتن شبير الاصابات في المكان ده حاجه غريبه، يعني تملي طول عمرنا عارفين السردباكات قليله في الاصابات صحيح عمرها طويله وهي اللي بتعور. ايوه يعني ايوه صح يعني السردباكات زمان كانت هي اللي بتضبط في المهاجمين وبتعور المهاجمين. ابراهيم يوسف بيقول لي حدي له كوع. بالظبط كده، ويقوم جاي عامل كده بالراحه تلاقي الراجل مكوم يعني. وكمان مصطفى يونس مصطفى برضه كان نفس القصه، كان استاذ رئيس قسم في حته ضرب البوكس بالذات، بس من غير ما حد يحس. لا خالص يعني حاجات فيها احترافيه وحاجات فيها فكر وحاجات فيها ذكاء. فانا عايز اقول لك ان هم مش محظوظين ولادنا بالاصابات اللي اتصابت بشكل كبير،